سي لي جوار سي سي فو سي سي البوبليك معناها الملعبيه تقرا كل شيء وتتبع كل شيء وتعرف انه الهدف الاسمى والهدف الكبير بالنسبه للجماهير الترجيه وانتم زاد اونطون كجورناليست هو انه تشامبيونز ليغ حتى في العالم دائما يقول لك احسن معناها تيتر هو تشامبيونز ليغ الملاعبي لا بابزو ما ماكش حاجه انت باش تحضروا من الناحيه الذهنيه لمباراه كيما مباراه غدوه تشوفوا غدوه اللي سوبر موتيفي غدوه يلعب مباراه كبيره غدوه يعطي اكثر ما عنده على عكس المباريات انا زاد راه كنت ملاعب راه مي فوبا سوكاشي لا فاس انا كنت ملاعب كنت نخاف من المباريات الصغيره اكثر من الكبيره المباريات الكبيره نبدا نحضر لها ماكلتي مريقله نومي مريقل الدنيا الكل مريقل المباريات الهلالي سهله في مخي راك هي اصعب من الاخرى سور لو تيرا اصعب من الاخرى وهذا اللي نقول للملاعبيه اللي اونتر بارونتيز تشوفها مباراه سهله لا هي مباراه صعيبه غدوه باش تلقى منافس نتاعك معناها براتيكمون تعرف عليه كل شيء يا با سوربريز احنا ماناش سوربريز للاهلي والاهلي ماهيش سوربريز لنا حتى تغييرات المدرب نعرفهم فانا وقت يبدا خاسر اش يعمل يبدا رابح اش يعمل شنو هي ليكيب تيتولير اللي باش تلعب غدوه ان جور بري شكون باش يكونوا موجودين الكاتر واتروا نتاعو هي بيدا باش تكون موجوده غدوه وقت يتقدم المباراه شكون يخرج من الوسط اذا كان حاجته بلاعب وسط ميدان هجومي يخرج كهرباء يدخل الشريف فهمت يخرج اسمه بيرسيتا ويدخل طاهر ممكن يخرج كهرباء اذا كان ما لعبش يدخل اسمه عبد القادر معناها تغييرات تعرفهم هما كيف كيف راه كيما احنا نعرفهم دونك يا با سيرفيز على عكس الماتشات الاخرين توجور تنسب معناها لادفيرسير اللي كابابل دان اكسبلوا باش يعمل لك مباراه كبيره كوم كابابل دو بير باش يعمل لك مباراه صغيره وهذا عادي جدا من المباريات هذوما تبدا معناها براتيكمون ا بلس بي او كاري او كي تيغال او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري ما ثماش كلام تقعد حاجات اللي انت ما تترقبهمش بار اكزومبل انا غدوه معناها انا تو ماجور بالنسبه لي انا اللي معامل عليه برشا هو رشيد سبحان الله نجم رشيد يكون مش في فورما انت كيفاش فيسع فيسع في الماتش تعوذ كلمة فورما ذيك متاع رشيد من غير ما تمس توازن الكيب متاعك فهمت هذوما الحاجات اللي تخاف منه في مباراة كيما مباراة غدوة أفضل ما تخلش في الريناه بالكورة ما هادي مازال ما تخلش في الجروب مازال لي دويل واحد مازال بعيد شوية عليهم انت شفت رد فعل في مباراه الديربي لا الاخر مع الاربيتر هذيك مش مع اللي صار في تطيش الكوره ومع لي راماسور وواحد ما صار حتى شيء بالعكس خاطر احنا كنا نستناو فيه هذاك او رشيد يسمع فيه لي جوار ايتي افيرتي من اللي دخلنا احنا كان شفتوا الاولاد يشوفوا التيران يافي دي بروفوكاسيون وكل شيء كان محضر معناها تو تي بريميديتي مي بو بلامي بيرسون انت تلوم نفسك تشد ملاعبيتك تكلم نفسك ما تحوش في البياج ما تحوش في البروفوكاسيون اليوم بركة نوري فيهم في واحد من الملاعبية اللي يبروفوكي باش يردوا بالهم منه باش ما يتحوش في البياج خاطر انا بزوان باش نكملوا الماتش متاعنا لحداش كل شيء ان شاء الله بإذن الله احنا نتمنوا انه حضرنا كل شيء وجاهزين لكل شيء تو تبقى الكرة غدوة ان شاء الله نكونوا في اوج العطاء بإذن الله اوني فرستري اللي الببليك متاعنا مش بيكون موجود غدوة خاطر تعرفوا أهمية الببليك متاعنا لما يكون في راتس ونلعبوا في راتس مي سي اون كيستيون كو الإدارة نجم تجاوب عليها نجم تجاوب عليها خاطر ما تبعتش الموضوع بصراحة معناها ما عادش عندنا نافع نفس عدد اللاعبين اللي نجموا نعاولوا عليهم في المباريات اللي في بداية الموسم من ناحية التغييرات لكن فما لاعبين باش يكونوا موجودين على البنك غدوة ما نحبش نسمي لك خاطر فورماسيون معناها بون معروفه هي وكل شيء مي فما ملاعبيه اللي عندهم اسمهم باش يكونوا موجودين وعندهم خبره كبيره باش يكونوا موجودين غدوا على البنك واللي نجموا يهبطوا في اي وقت ويعملوا الديفيريزا مش نفس العدد مش نفس النوعيه صحيح مي عندهم اهميتهم بالنسبه للترجي الرياضي التونسي دانيير كيستيون سيونا سينو احنا الترجي فين ادير احنا الترجي